تحياتي لكم زملائي في الاستديو، وسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاكارم. حياكم الله ويانا في جوله صباحيه جميله من قسم الخضروات والفواكه، قسم الالوان وقسم الروائح الطيبه. نستعرض معاكم ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء مجموعه من المحلات متخصصه في بيع الخضروات وايضا الفواكه، بدايه طبعا من هذا المحل عند اخونا سالم. سالم صباح الخير، كيف حالك يا سالم؟ الحمد لله طيب، يعطيك العافيه. ما شاء الله، شو اليوم عندك اغراض؟ اليوم شوف كل شيء تشيكو موسم، يعني موسم هيني. عطني الصندوق الصغير. ما شاء الله تبارك الرحمن. التشيكو هذا الهندي ولا المحلي؟ الهندي. الهندي هندي. للاكل وللعصير؟ اكل عصير، اكل وعصير طبعا. هذه فاكهه جميله مشاهدينا الاعزاء، اكل عصير، ايس كريم، ايس كريم بعد يستوي، ايس كريم زين. ما شاء الله طعمها جدا لذيذ وسكر، تصلح للعصير وتصلح ايضا للاكل، مره تقشرونه وتاكلونه، ومثل ما قال ايضا تصلح للايس كريم، حق الايس كريم. طب وكم سعر عندك هنا؟ 10 دراهم. الوزن؟ وزن كيلو. كيلو كيلو ب 10 دراهم. هذه طبعا التشيكو. في عندنا ايضا تينا المحليه مشاهدينا الاعزاء، لكن عندنا هذه طبعا الان موسم الهند، والسعر على 10 دراهم للعلبه الصغيره هاي اللي نشوفها وياكم الان. زين سالم، عندك هذا دراجون فروت اللي هي فاكهه التنين. دراجون فروت داخل ابيض. هذا ابيض؟ ابيض مو بالاحمر هذا. ما شاء الله، هذا بعد عندنا هني فاكهة جميلة مشاهدين الأعزاء، تينا من شرق آسيا، من تايلاند، من الفيتنام. تايلاند. هذا تايلاند. وكم اليوم بعد؟ 12 درهم. 12 درهم. 12 درهم يعني كيلو زيادة للصندوق الواحد. طبعا من فترة اللي يتابعنا طبعا كانت الحبة الوحدة سعرها يعني قريب ال 15، يعني إذا تاخذ الصندوق كامل هذا يظهر السعر عليك 28 30 على حسب المحل والبائع، لكن الآن الحمد لله من فترة الأسعار نازلة بالنسبة لهذه الفواكه على 12 درهم للصندوق اللي نشوفه معكم الان، يعني الحبه على 6 دراهم. وهنا شو عندنا بعد الهمبه؟ الحين شو الهمبه؟ همبه همبه مسكر غالي رخيص الحين. شو كم واصل صندوق؟ 35. 35 4 كيلو يعني 35. نعم، لان الاسبوع الماضي او الفتره الماضيه مشاهدين الاعزاء السوم كان تقريبا على ال 40 و 42، في محلات كانت تبيع على 38، اليوم على 35. اللي 35 هذا الاخضر. زين، وعندك هذا الكيني؟ هذا كيني. الكيني على كم الان؟ كيني سمسم صار نفس الشيء بعد 35 درهم. طبعا شيء من هذا مال طياره، هذا طياره بيار اللي هو هذا الصناديق اللي بيار. هذا الثاني في شويه مال كانتينر يجي شويه رخيص في الشحن البحري مال هذا كم؟ 27. 27 الطياره؟ طياره 35. 35 طبعا على حسب السعر مشاهدين الاعزاء، يعتمد ايضا تعتمد طريقه الشحن سواء كانت عن طريق البواخر في البحر او عن طريق الطائرات. هذه شريفه. والان عندنا هذا هو الكيني مثل ما شوفوا وياكم، وهذا عندنا ايضا المصري. المصري اليوم بعد على 35، وعندنا الكيني بعد 35 سالم على 35، وشيء من العصير وشيء من ايضا للاكل متابعينا الاكارم. وعندنا عصير ياكل، ايس كريم، هذا كل شيء. انت كل ايس كريم عندك ما شاء الله. اي شيء؟ ها ايس كريم زين. انا الحين كله سو فواكه، كله سو ايس كريم، كل ايس كريم جمد وخلاص. اول سلطه الحين ايس كريم، الحين ايس كريم في الشتاء ايس كريم تبارك الرحمن. وعندنا سالم اليوم بعد هذا يعني فراوله. فراوله هذا ملوين؟ هذا الاردني. الاردني كم الحين واصل السعر؟ 10 ريال. 10 دراهم يعني نص كيلو. نص كيلو تقريبا، مثل ما تحصلون قبل العلب الصغيره مشاهدين الاعزاء، الان محطوطه عندكم في اطباق وسعرها جدا طيب على 10 دراهم. هذا الاردني. الاردني مال المصري في 4 5 4 الى 5 دراهم. عندنا المصري، عندنا الاردني، اللبناني مشاهدين الاعزاء، كل شيء متوفر الحمد لله في هذا السوق الجميل. وهذه عندنا ايضا اللي هي الليتشي. هذه اللي عندكم فاكهة الافريقي؟ هذا الافريقي. افريقي عندنا افريقي وعندنا تايلندي. تايلندي افريقي زين هاي الموسم. وكم بعد اليوم؟ 10 دراهم. 10 دراهم ما شاء الله. الاطباق هذه من الفواكه اللي نشوفها معاكم الان مشاهدين الاعزاء على 10 دراهم. نطلع بالكاميرا فوق نراويكم الان، عندنا اللي هي فاكهة الشريفة. في الهندي، في اللبناني، هندي مصري. لا هذا لبناني. لبناني هذا هندي. الهندي على كم اليوم؟ هندي 15. 15 درهم ما شاء الله 15. وعندنا اللبناني. لبناني 55 60. 55 الصندوق. صندوق صندوق 55 الى 60 يعني درهم يعني 3 كيلو، ممكن 20 ريال كيلو هذا ما شاء الله. انزين، والجوافة؟ جوافة 12. هذا المصري. مصري. المصري عندنا اليوم على 12 درهم، شيء منها الاخضر وشيء منها ايضا البالغ مشاهدين الاعزاء، طبعا للاكل وللعصير طبعا على حسب ما نشوف وياكم. عندنا هذا اللون او هذه طبعا اللي هي تكون بالغه، هذه تصلح ايضا للعصير وللاكل، اما الخضره طبعا مباشره للاكل لان تجيكم شويه سميكه. وعندنا ايضا هني الكيوي ما شاء الله، وعندنا ايضا اللي هو هذا نكترين استراليا. على كم بعد عندك؟ 10.
على 10. اي طبق نشوفه وياكم الان مشاهدين الاعزاء على 10 دراهم مثل ما قال اخونا سالم. عندنا ايضا الطماطم. الطماطم على كم يا سالم؟ طماطم 7 ريال 7 دراهم. وعندنا الخيار هذا كله محلي. محلي الخيار عندنا المحلي والطماطم ايضا المحلي. ما شاء الله تبارك الرحمن فواكه جميله مشاهدين الاعزاء متوفره عند اخونا سالم في هذا المحل. سالم خلينا نصير نشوف وياك اليوم عندنا اليح. اليح الحين كيف عليه الطلب ولا؟ 100 عماني رقم واحد. رقم واحد ما شاء الله. زين بنشوف وياكم هنا عندنا ايضا مشاهدين الاعزاء اليح. عندنا الحبات اللي هي الكبيره الطوال وعندنا ايضا العماني ايضا توفر تبارك الرحمن. هنا على كم الكيلو؟ 2 ريال 2 ونص. انا من درهمين. درهمين ونص تقريبا. هذا درهمين وهذا على درهمين. درهمين هنا عندنا وعندنا درهمين ونص بالنسبه لليح العماني هنا الاحجام الكبيره تبارك الرحمن. انزين الحين سالم اذا انا باخذ الحين يحه كامله هذه كم يطلع سعره تقريبا؟ يعني 20 ريال 20 10 كيلو يجي 20 ما شاء الله 20 20 على حسب على حسب الوزن مشاهدين الاعزاء شرام ما نقول نحن دائما. وهنا عندنا الكبار على درهمين. كبار ايراني درهمين على درهمين على درهمين. هذا سنتين 20 هذا 10 نفس الشيء بعد نفس الشيء. انزين والشمام؟ شمام هذا ما عماني. عندك العماني. العماني هذا موجود عندنا ايضا الشمام تبارك الرحمن. الان السوق ما شاء الله فيه من الشمام العماني وفي من اليح العماني على 4 ولا 5؟ 4 دراهم الكيلو على 4 دراهم بالنسبه للشمام مشاهدين الاعزاء تبارك الرحمن. شوفوا شكل الشمام شيء طيب ما شاء الله مثل ما شوفوا وياكم هني. واليح ايضا متوفر ومجموعه من الخضروات والفواكه الجميله الموسميه متوفره الان في سوق الجبير. شكرا سالم جزاك الله خير بارك الله فيك. نكمل وياكم ايضا متابعينا الاعزاء جولتنا الصباحيه في هذا المعلم التجاري الجميل والمميز في اماره الشارقه ومن قسم الخضروات والفواكه مع الباعه المميزين. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب تعال منا. انت ما تبغي كاميرا؟ ما تبغي الكاميرا اشوفك؟ الله يعطيك العافيه. شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف حالك عبد الرحمن؟ الحمد لله خير. شو اخبارك؟ زين؟ الحمد لله. شو اغراض عندنا؟ شو بضاعه اليوم واصله عندنا الصبح ما شاء الله؟ خبيسه في خبيسه. خبيسه بعد اليوم عندك ها؟ خبيسه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه كميه طبعا من الخبيز مشاهدينا الاعزاء. يا سلام باقة ورد ما شاء الله ما شاء الله. الربطة على كم؟ درهم واحد. على درهم. الربطة على درهم من الورقيات الجميلة طبعا مشاهدين الأعزاء. هذه عندنا الخبيزة والربطة على درهم. إن بغيتوا زيادة طبعا مثل ما أخبركم دائما ينزل السعر أو يزيد الكمية ويعطيكم يعني إذا 6 ربطات أو 7 تطلع عليكم بخمس درهم. الخس اليوم على كم ما شاء الله؟ خس خمسة معروفة. 5 درهم الخس. والفجل؟ درهم واحد. درهم. أي شيء تشوفون الآن هنا مشاهدين الأعزاء طبعا الربطات على درهم. هذا زياده مجانيه وهذا تنين ياتيك. ايه ذا زياده؟ اشتري تنين وهذا تنين ياتيك. ما شاء الله هذه بعد يعطيكم اياها بدون الحسبه مثل ما خبرناكم دائما مشاهدينا الاعزاء. عندنا ايضا هني اليوم الطماطم هنا على كم؟ طماطم في 12 15 20 هذا الشكل 12 و15 و20 درهم بالنسبه للصناديق والاوزان طبعا من 6 الى 7 كيلو مشاهدين الاعزاء. وفي عندنا 20 كيلو صحيح ولا 10؟ لا 10 كيلو 8 كيلو 10 الى 8 6 كيلو هذا الشكل. نعم جميل. عندنا البصل مثل ما نشوف هني البصل الاخضر هني مشاهدين الاعزاء. وعندنا ما شاء الله انواع كثيره من الورقيات اللي نشوفها وياكم الان على هذا في هذا المحل مشاهدين الاعزاء. هاي عندنا الحلبه. هذا حلبة صغيرة. هذه الحلبة. الحلبة الطازجة هذه ما شاء الله. هذه بعد ياخذونها للشاي او حق الاكل للطبخ هذه يستخدمون. عندكم هذه الحلبة الورقيات نشوفها وياكم. بعد هنا بدرهم ولا غير السعر؟ درهم درهم. بعد على درهم على درهم. بعد عند اخونا عبد الرحمن نشوف وياكم ايضا هني قلنا الطماطم اليوم على 12 و15 وايضا على 20 درهم. سالم تعالوا يا قدام نبغى نعرف الحين موسم ما الفندال ما الكستنه ما ايضا الذره. فخبرنا شو اسعارك اليوم هنا انت بالنسبه للفندال؟ الفندال على كم اليوم؟ بدا 6 دراهم. 6 دراهم. 6 دراهم للكيلو. عندنا الفندال هذا المصري. المصري. مصري طبعا المصري لكن المحلي والعماني بعد ما وصل. عندنا المصري الان متوفر وعلى 6 دراهم للكيلو مشاهدين الاعزاء. الفندال او البطاطا الحلوه متوفره ما شاء الله. وعندنا ايضا الذره ما شاء الله كميات. عندنا صناديق تحت وعندنا ايضا فوق على المحل هنا. الذره كم الحين؟ هذا في 7 المحلي زين. 7 دراهم. 7 دراهم المحلي طبعا مثل ما خبرناكم في الفقرات الماضيه. الذره الان سبحان الله واشياء طيبه. عندنا انتاج مزارع راس الخيمه وعندنا مزارع العين مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله. شوفوا تبارك الرحمن لولو ما شاء الله. والكيلو كم عندك عبد الرحمن؟ هذا 7 7 دراهم. الكيلو كم حبه؟
ثلاثة بيض. خلي شوي مفتوح نشوف هني كم حبة؟ سبعة ثلاثة بيض. ثلاث حبات، ثلاث حبات طبعا هذا الحجم الكبير، وفي عندنا اللي هو فيه سكر وفي عندنا العادي صحيح؟ إيه هذا اللي هو السكر الآن. سكر. هذا اللي هو السكر مشاهدينا الأعزاء، تبارك الرحمن بضاعة متوفرة دائما وموجودة، والآن في موسم الشتاء طبعا تكثر عندنا هذه الخضروات، أو اللي مثل ما أشوف وياكم من الذرة والفندال والكستنة، عندنا الصيني وعندنا أيضا التركي، لكن الأشياء الجميلة بتحصلونها موجودة كلها عندنا في سوق الجبيل، وقلنا الكيلو اليوم على 7 دراهم عبد الرحمن صحيح؟ لا يصير شوي قصب خصم بعد 6 دراهم 5 يوصل ما يوصل 5؟ نفخ استمر كيف يا جديد؟ هذا يسوي مشاهدة شوي لازم تسوي زين. الحين لو وياك زبون قال لك أنا أبغى صندوق كامل عبد الرحمن هذا كم؟ كامل تبع يعني 55 55 ما شاء الله تبارك الرحمن كميات كبيرة طبعًا اللي عنده يعني. نعم بالجملة هذا يسوي زاد شوي يعني اللي طالع الرحلة طالع العزبة طالع هو وعياله وأهله عليك بهذا الصندوق بيقصر بعد في السعر ما بيقصر وياكم أخونا عبد الرحمن جزاك الله خير عبد الرحمن الله يسلمك بارك الله فيك. إذن متابعينا مشاهدين الأعزاء طبعًا كانت هذه جولتنا الصباحية الجميلة من هذا المعلم التجاري المميز دائمًا من سوق الجبيل، استعرضنا فيها وياكم اليوم محلات متخصصة في بيع الخضروات والفواكه شرى ما شفنا وياكم، والأسعار الجميلة والطيبة أيضا في متناول الجميع. حياكم الله، أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمة، ومع السلامة.